أنا اسمي وائل محمد، شغال على عربية نيسان التوربيني بقالي حوالي 10 سنين. جو البلد اليومين دول مش مساعد على الشغل. طبعا البلد كلها متأثرة بالكورونا، جو واقف. احنا قررنا ان احنا نقف مع الشركة وننزل ونساعد، فهو الحمد لله ابتدينا نتحرك ونطلع نساعد الناس ونوصل الأدوات الطبية لمستشفيات العزل وللناس محدودة الدخل، كراتين الإطعام. وبنحس برضه بفرحة مع الناس لما بتوصل لها الحاجة. يا ريت يا ريت كلنا نحط كتفنا في كتف بعض عشان نعدي الأزمة دي على خير، وربنا يوفق ويصلح الحال. نيسان، بنتحرك مع بعض لقدام.